لكني منهم ليلة في حكاية تونسية، حكاية سلوى فنية محليها ونعيمة. حاب أقول كلمة سامي، حاب أقول كلمة على سلوى وأمها، تلمو البنية إيبانوي، كلها فرحة، كلها محبة، كلها سعادة. معناها اللي يشوف معناها نورمالمون علاش تنجم تكون متألمة. فكرني في قصيدة محمود درويش واللي غناها مرسيل خليفة، يقول وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي أمي. قدام أم كيف بحق أم، انا توا نحشم، كان باش نتكلم بعدها نحشم. مهما نكون عملت لبنتي، ما ينجمش عبد يعمل اللي قاعده عملته لسلوى. محليك الحق، محليك. اليوم احنا محظوظين خاطر في الاستوديو معنا بطلات، معناتها سوز بطلات في الاسكريم، المبارزه بالسيف، تصفيقه كبيره على عزه. صار بسباس انا عزة بطولة العالم 2017، معناتها توا ميدالية فضية هكا ولا. وصار المبارزة بسيف ليبي بطولة العالم 2015 ميدالية برونزية. تري تري او نيفو، وكان صدقني ربي فيكم، معناتها كيما فما الكلاسمون اي تي بي نتاع التنس، معناتها فما فيكم واحدة كانت الأولى عالميا. شكون؟ عم ناول بوندون 6 موا، قعدت بريمير مونديال. احسن مبارزه في الصيف في العالم مده 6 اشهر. سي با ما انتم تحيوا هكا في بالي، معناتها فريمون شابو با، يعطيكم الصحه. اما باش وصلتوا لهذايا الكل، الثنيه كانت طويله وصعيبه، ومش طويله بالنسبه لكم انتم بركه، صعيبه وطويله زاده بالنسبه لامكم. ساعه شو مدخلكم الايسكريم؟ جوستومون هو سيتي غراس الوالده، هي ايسكريموز. اي هي ايسكريموز، وكانت تمشي وقتها لسالت محمد الخامس. اليبوك يافي لا سال ديسكريم غادي. جو بونس ما نتذكرش، مي جو بونس سيتي باش ما تخلينيش وحدنا في الدار، تهزنا معاها للصاله معناتها. فهمت قداش عمركم وقت؟ انا جافي 10 ans. اه اقل من احنا، معناتها نكوروا الفوت البوكس الكل، معناتها داخلين في عاداتنا وتقاليدنا. اما نتصور عدد ليسونسي راهم كعبتين وكعبه، قداش فما من ليسونسي في تونس؟ شو بونس نتباس ميم با 1000 معناتها. تخيل انت بلاد ما فيهاش 1000 ليسونسي تخرج بطلات عالم، معناتها فريمون اونكور اون فوا اللي عملوه ماهوش سهل بكل. دونك امكم باش ما تخليكمش وحدكم في الدار، تهزكم خمسه صغار. خمسة صغار؟ تهزكم الخمسة كنت؟ اه وي الخمسة. تمشيو للسارة خاطر باش العباد تعرف المدينة الثقافية توا قبل كانت كلها فيها رياضات، فما جودو الاسكريم وكل كانوا بحر بعض. دونك في السال ديسكريم غاديك. السال دارم نتاع محمد الخامس هي السال برانسيبال كانت. معناتها في السال دارم امكم تدخل خمسة صغار. نبداو نتكعب روحها سيلو. هي تترينا. وبتي تبتي لونترينور نتاعها لي زونترينور ولاو ياخذونا حتى نحنا يعلموا فينا، فهمت؟ فهمت. اون ايتي فاسيني باغ لي زارم وك لي ماسك، تبدا تخيل روحك دارتانيون هكا لي موسكيتير زورو تعيش الدور. دونك تبدا هكا على موندر اوكازيون تمشي تهز ان صابر اون ايبي هكا. دونك فوالا لي زونترينور ايزون فو كون اكروشي وكل بداو هكا يعلموا فينا. نحنا الحقيقه تغرمنا، معناتها سي ان سبور اوكي اون ساتاش تري تري فيت معناتها، فهمت؟ بدينا دونك نتريني وكل. على فكره معناها بابا زيد إلى انترينور دو باسكيت، وحاول معناها هكا ياخذنا الباسكيت معاه. خاطر تبارك الله تو انتم اي حاول معناها زيد حتى هو يغرمنا بالباسكيت وحد ما شيء. معناها باش نوريك كي تبدا تعمل سكريم تولي مغروم على الاخر، السكريم الى تيغ برشا. فهمت لي سبورتيف كاو. دونك سي كوم سا كون ا كومونسي. وقتاش فهمتوا اللي عندكم موهبه استثنائيه؟ زوز اون بلوس، مش واحده برك. هي بديت، هي اللي بديت. فهي بديت اون فيت سي فري كو بيناتكم عام ساعه نقولوا مش عارف تفهم. انا الكبيره. انت الكبيره، انت اكبر منها بعام. اي اما كيما نقولوا جي كومونسي افير دي تري بون ريزولتا على ايشيل معناتها ميديتيراني انترناسيونال. قداش عمرك؟ انا جا سي بريكوس معناتها ملي عمري 14 ans بديت نعمل في دي ميداي انترناسيونال وكل. دونك بون قالوا بون عزا لا تري كون بوتونسييل بويسك ديجا ا سيت اج لا كومونسي ا بيرسي وكل. يا اخي صار حد في قلبها. يا اخي انا اكزاكتومون عطيت تريح الدار ومشي تكورت كيما نقولوا شنو جيت ترينيت على روحي. لا حدينا معناها على الشارع الافريكان بديت، والحق من الاول كي تبدا عمري ما كنت نحلم اني باش نولي على الشارع المونديال نعمل دي ميداي. كنت الاوبجيكتيف نتاعي
كل العباد الكل اللي نترينا نعمل جو نشوف صحابي نسافر وفوالا نربح الافريك نتاعي ولا الاراب. فهمتك. بتيت ابتي كي وليت معناها نجيب هذوك نقول بوكوا با معناها نولي عالميا معناها فهمت. وي ولا انترفيان دوكو لو رول دو الوالده الله يرحمها باسكو جوستومون معناتها هي كي تشجع فينا معناتها تقول لنا فوز اريتي با مثلا الشامبيونات دافريك ساي فوز افي فوز ات اريفي للباليي هذا الي طون دو ديباسي. معناتها امكم في هذا الكل ما كانتش فرحانه بالانجازات المحليه ولا الافريقيه ولا كذا ديما تقول لك راك نجم توصل فوالا هي بيان سور باش تشجعك باش تطيح لك الماء في كيف تقول لك سيريون دي تو سكو تافي لا اما بجدها معناتها تحسها بجدها معناتها كيف فوالا هي مش تشجع فيك باش كلام هكاك وبرا هي الكوي فريمون معناتها كانت ممنا بكم alors que انا ما كنتش نرى في روحي جمل بطله ولا بقول لي بروميير مونديال ولا يعني حتى جوسكا مانون جو رياليز جامي لي انا وصلت له فهمت تقول معناها فوالا ترينيت سي ان ريزولتا نتاع حاجه انت حضرت لها كيف القرايه في تحضير الباك تقرا اوب تجيب حضرت الباهي باش تجيب الباهي فهمت لتو معناها اون رياليز انا جو رياليز با لي زيكسبلوا اللي عملتهم الحق وهي كانت ديما الفويون موا وفينا نحن بطلات كبار. باهي كيفاش امكم باش وصلتكم لوين وصلتوا انتوما تعبت برشا كيفاش يترجم التعب هذا؟ كنت عندنا ديجا في دارنا في مونفليري كنت عندنا بيست انا ميم في بيست هو نورمالمون لا بيست اللي ميتاليك بيست اسكريم هي مع با مشي وشريو كاوتش كبير معناتها ان غون رولو عملوا ايزون تراسي معناتها لا بيست انا كولوار طويل معناتها انا ان تري غون كولوار وكل عملت فيه البيست ومعناتها يلا غامني لي زارم والماتيريال وكل نبداو هكا بشويه بشويه اي جا انت تي بخون لوسون اون ابل سا اون لوسون ديسكريم معناتها في بلاصه ايتود مات انتم تعملوا ايتود ديسكريم صحيح لا ما كانت تي تري ستريكت معناها نحن غرمتنا باللعبه بالسبور هذايا وبعديش بتيت ابتي معناها اللي تي تري انتيليجونت هي وبابا بتيت ابتي معناها يحكيوا لنا على السكريم في الماكله نقوم ونصحوا سكريم لي كومبيتيسيون لي ويكاند كلهم دي كومبيتيسيون مع بعضنا بعدش كادو نتاعنا اللي تربح الوغ كنا احنا خمسه معناها ديما فما وحده رابحه ريستورون برا دونك حبونا في اللعبه تغرمنا بها بعدش وليو شنو شونتاج كان ما تقراش ما تجيبش مويل ما تمشيش تترينا دونك ديكو علمونا حاجات معناها انديريكتومون اش عملتوا ميتريزار زوز ولا الوغ انا جو سوي انجينيور ان سيستيم دانفورماسيون وديتونتريس دان ماستر ان فينانس دونتربريز وانا جو سوي ادوكاتريس فيزيك ادابتي دونك وانتم متعدين كلكو ميداي فوالا اكزاكتو هو سي سا كي فور معناتها في ال في ال جو ديري في ليديوكاسيون اللي عطاوها لنا معناتها لي بارون تاعنا بيان كو ملي احنا صغار معناتها فازي دو او نيفو ولي سيتي تري ستريكت عاونونا معناتها في الحكايه لو سبور دو او نيفو اما زيد او ميم طون معناتها نوزو اوبليجي ا ريكونسيلي انتر لي دو وهذاك علاش قلت معناتها انت توا قلت شنو هو الدور معناتها اللي لعبته قلت لك بديت من البيست اللي كي لا في الدار ومثلا تقولوا علي برا امشي الوالد معناتها برا امشي صورهم وهما يتريني ولا هما يلعبوا في لي كومبيتيسيون وبعد تجي للدار اون فيزي معناتها فيزيوناج وتبدا تحلل وكل شيء بعد وتقوم الخمسه نتاع الصباح تحضر لنا لي زيكزامون خاطرنا اون اريفي با في الليل نكملوا نروحوا تاعبين دونك ديريكت نتعشاو بيان سور لو ديني J'ai une famille sportive, les papa et maman, les deux, ils sont des athlètes. Donc, c'était très strict, fait d'art. Almouna, manière, attendre à l'hygiène, mode de vie. Tout en jouant, c'était pas du tout une corvée pour nous. On a dit, il faut que je fasse un peu de temps. On a dit, 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 بعد كي وقتها مشينا لليسي سبورتيف وكل كوم سيتي لوان ونترينيو صباح وعشية وكل قالوا اوكي باش نقلوا توا لواحدة ليسي سبورتيف باش هكاك اكوتي نجموا يترينيو معناتها نقلتوا من الدار نقلنا من الدار وكل اكسبري معناتها اشاك فوا يحاولوا يوفروا الاحسن الظروف معناتها والوالدة ديما معانا وكم هي لي سكريموز وكل تفهم معناتها الكومبوني هي اللي تضرب علينا في الطاولة معناها خاطر هي يو بوكو دو بروبليم بيان سور تعرف Un champion, il a besoin pour sa carrière barcha finance. Tout mat barcha la khamsa fil fil dar. On a jamais dit que mon kubuk zuz profet, معناتها موفين. معناتها المادية نتصور الأمور كانت قد قد. وبشوص الواحد بطل العالمي الحكاية مكلفة على خاطر. معناتها انفستيسمون مادي. معناتها اي اي سي سا هو مادي كبير. كيفاش عملتوا معناتها؟ الوغ من الأول معناها قبل ما نطلعوا لفرنسا
ما حاشنيش برشا ماديت حتى ما كناش راني قلت من الشيركوش عالميا من كلك كومبيتيسيون بعدش كي ولينا معناها بعثونا العملو لنو بارون لفرنسا وقتها معناها سيتي تري تري شير اي وقتها كي معناها اون ديفي بروفي ان اون افي نوتر بلاس على ليشيل مونديال دونك هما عاونونا على الاخر نو بارون كما نقولوا كبسوا السنتوره نتاعهم وصرفوا علينا وجاو لي ريزولتات دونك دو كو بعداش الوزاره نزلت عليهم باش ينجموا امكم هي نحات من شهريتها باش اي اي افكتيف معناتها امكم هي اللي بشهريتها صرفت عليكم الاول ما حتىش كلين جاو لي ريزولتات فوالا معناتها هي 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 اللي امنت بينا معناتها كليرمون راهو بور لانكدوت كي تقول مثلا نبدا تبدا مثلا تقول ما وي بنيتي فون ديفينير دي شامبيون مونديال وكل معناتها كليرمون تسمع العبيد تضحك معناتها ما فما حتى مشكل. ما هي ماهيش تفادلك. مي هي اللي تي سيريوز فهمت؟ دونك قالت بون سي نورمال تونس. حتى شريتها المراه وقتها عليك وتقوم لكم خمسه نتاع الصباح وكل ماهيش تفادلك. اول تتويج عالمي جاي من عند سره ولا؟ من عندي انا. وقد قداش عمرك؟ 16 وقتها عملت اول ميداي في شامبيونات دي موند. جيتي لا بروميير معناتها تونيزيان وكل معناتها عملت ميداي في بطوله العالم. دوكو وقتها ديجا العباد بدات تاخذ في ما او سيريو حياه ما عادش يضحكوا عليها ولا اي فوالا معناتها لافي ريزون وكل شيء فهمت مي ما ديما قعدت معناتها اون فيت سكي بيان انها ديما استقيكم على القاعه معناتها مش خاطر عملت فوالا عملت ميداي اي نتعداو للي بعده فهمت دونك فوالا انا من بعد دوكو العام اللي بعده مشيت لفرنسا جيت تري جون نزلت نقرا في الليسي وقتها كبير سيتي تري ديفيسيل معناتها فوالا تصايب واحنا في تونس عندنا شويه العقليه ديجا بدات تتبدل توا قبل معناتها كيفاش طفله تعمل سبور وتخليوها تسافر وحدها خاطر ملي عمري 13 14 نمشي نسافر وحدي فهمت ما تقول نو يا اخي سي كوم سا كيل ديفياندرا اوتونوم وهذاك كي فا فورجي سون كاركتير وكي كيل فا ديفينيغ شامبيون وكل فهمت دونك هي ديما معناتها العباد تمشي في شيرها هي نو ال انسيست معناتها ايزي امك ما كانوش يعاونوا فيها وكان من فوق معناتها بلغتنا احنا فما تنبير اون بلوس ليه ليه تنبير وهو اوغوزمون كيل ايتي لا على خاطر التنبير هذاك الكل احنا الحقيقه اون اون بوفي بلو معناتها يا بابيير تاع شامبيون انك تكسروا بالتنبير معناتها احسن حاجه انك تنبر عليه المورال يتيح سي معناتها تو بو بلو فيغ دو ريزولتا تو بو ميم تو بليسي بلو فاسيلمون اتسيتيرا دونك هي كانت كيف الدرع فهمت معناتها ما تخلي حتى حد يقربنا ما تخلي حتى حد يحكي علينا ما تخلي حتى حد معناتها يلاسي دو نو افكتي وكل ولا دو نو فيغ دو مال ودايوغ على ذيك معناتها هي ديسيدي دو بروندر لي شوز اون ما وانها هي تبعثنا وهي تصرف علينا تقول بون نعمل على روحي كو نقعد نعمل على العباد ولا نعمل على الفيدراسيون ولا المينيستير اتسيتيرا فهمت ومن بعد تو هما البنات جو سوي سيغ كيل فون مونتخي لور فالور معناتها وكيل فون بيرسي وكيل فون فير دي ميداي ولا اون فا مي بروندر سيريو ولا تو تجي معناتها دوتر ايد فينونسيير لوجيستيك اتسيتيرا دونك لو ميريت فيان دو لا معناتها انها شهاده تصحيح و سي تري معناتها تعرف سي تري شير دو بارتي اون فرانس اون بليس احنا مش كي نقراو معناتها عندنا راهو سبور وتخلص ستاف ولي كومبيتيسيون انترناسيونال راهو في العالم اجمع معناتها نمشيو نلعبوا لي كوب دي موند اتسيتيرا دونك سي با ريان فهمت جات النتائج من بعد اكزاكتومون نقولوا وقت اللي الامور تفرهدت ووصلتوا للتوب نيفو نقولوا معناتها المستوى الاعلى مستوى عالمي غاديك تعكرت الامور انا عام 2013 في بالي روحنا وقتها في جوان من الشامبيونا دافريك في الافريك دو سود 2013 ونحضروا للشامبيونا دي موند روحنا للفيريز هي جات معنا وقتها في دايوغ وحده ما تصور وليتوهم وقتها في ريستو في الافريك دو سود هي كانت تبعنا برشا في لي كومبيت دونك روحنا رجعنا نقراو ونتريني ونحضروا للشامبيونا دي موند في اوت في بودابست وغاديك بابا بعث لنا نحن ايميل ايميل الخمسه الصغار غير هي بيان سور وي نوز انونسي كو يا يو ان دياغنوستيك عملت سكانير وطلع معناها مالغوزمون عندها مرض خطير ان كونسير في السيرفو جا كونسير في مخها في مخها وي تيومور التصويره يفالي اتوندر الريزولتا نتاع التحليل نتاع هذايا النوع التيومور و
امي قال لنا مالوغوزمون راهو دابري الطبيب ان شاء الله التحليل يوري العكس اما سي ان تومور خايبه بيث ا بريوري سي ان ستاد افونسي وي تري افونسي فوالا دونك سوايي فورت فوالا لازمنا نكونوا قراب سا سيتي با الميل نتاعو لا سيتي لا كاتاستروف تو معناها الميل قدام عينينا لا هو بار ميل وي اي بوفي با نو دير حب معناها يبعث اميل العباد الكل معناها مع بعضنا معناتها حتى هو صعب التعليم ما لقاش كيفاش يا اخي بعث ميل الناس الكل باسكو سافي كو سيتي اون بيريود تري امبورتونت سيتي لي بريباراسيون تاع الشتاء معناتها انتوما في تومبوك التحضير اي فوالا ما حبش هو ينوز افكت بون زاد هو تي افكتي معناتها اي سافي با سي ديفيسيل دانونسي سا دونك بون دونك اي دونك بعديش فوالا يافي اون اوبيراسيون افير في اوت دونك حضرنا لرواحنا روحنا بيان سور لو ويكاند اون اسي نروحوا لتونس ماكسيموم باش نشوفوها نبداو معاها Elle avait très peur, Haya. Et حتى وقتها وهي معناتها ça y est, عارفة روحها عندها tumeur elle va bientôt se faire opérer. معناتها تقول لنا ليه تلهيو تريني وعندكم شامبيونات دو موند وكل شيء. نقول لها ما فما ما أهم فهم تقول لي نو نو سي با سا معناتها. سا با باسي وكل. Ouais, et donc du coup, quand Dima Brass me m'a fait téléphone, on voyait la fatigue sur le chat. Mais bon, quand Dima a eu le hum, la carrière de Tiakoum et Sarah et Azza, Rakzo, Ran Tab, elle nous rappelait Tab Mtehab pour nous renforcer Choya. Donc on a dit Tab Mtehab, je suis comme femme championne du monde, Tab, 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 tout va bien se passer. Car donc, mais elle avait peur. Donc, elle avait besoin de nous la veille de l'opération. Effectivement, la veille de l'opération, c'était deux jours de la compète, la petite. J'ai demandé à mon entraîneur, il comprenait parfaitement la situation. Quand on a les amis, nous avons fait un malin. Au dès que tu commences, nous avons l'idée que tu trouves, j'ai une énergie fixe à Budapest. Donc, je suis à Budapest. Havard, hop, à Maltenhar, juste pour assister à l'opération en Kunmaa. Et bien sûr, voilà, quand on a la colonne l'année. La peur, le خوف انك ترى امك داخل الاوبيراسيون وتقعد تستنى ولو لوندومان معناها tu savais que t'avais un avion باش يمشي يهزك لونترينور نتاعك لازم يستنى فيك باش تلعب. بغيف سيتي با معناها ليديال كوم بريباراسيون العام هذيك. اي مالغري سا التنبير نرجع للتنبير برشا عباد سي لا هو المومون اللي العباد لازم يوقفوا معاك. اي مالوغوزمون معناها قالوا ما عملوش ريزولتا باهي. Et ils n'ont pas vu. Malgré les circonstances, direct, il ne fallait pas tourner. Ah, les sœurs BSBS, elles n'ont rien fait. Tu es championnat du monde ou quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et voilà. Je ne sais pas. 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 Et mes résultats, j'ai explosé. Trois mois après, quatre mois exactement après le décès de Oumi. Je ne sais pas pourquoi. Le temps où les gens allaient à l'aise. Je ne sais pas si tu as fait avec Belle. Au moins, elle a tchouf. اما بوندون ان اون اي دمي وين عامله معناتها احسن نتائج عملتهم ثلاث شهور بعد ما خلفت حضرت لافريك معناها راتني بوندون 9 ans وانا نربح في الشامبيون دافريك اما عمرها ما راتني معناها على بوديوم مونديال مونديال وي مالوغوزمون ان موا ابخي الديسي معناها رجعت ترانيت ديريكتومون هاني قلت لك ما نعرفش كيفاش قوه فالي براسمي هي كنت قويه على الاخر وال ما نوزا ترانسمي قوة شخصيتها على الاخر اني لقيت روحي من غير ماني فاهمه روحي علاش ابخي ان موا رجعت نترينا معناها جي اونفي اني نترينا كوم سي جو فولي لي بروفي غادي من هي اني فوالا جو كونتينيو لو شومان اللي هي صورته لنا وعاونتنا باش نوصلوا له فهمت وانت كيف كيف فرد ايتا ديسبري معناتها كيف كيف ولا انا جو ديري سي ان بو نو ان بو لانفيرس معناتها خاطر انا كنت نعمل في دو تري بون ريزولتا Déjà, j'avais percé avant ça, où je faisais déjà de très bons résultats à l'échelle internationale, où j'avais déjà des podiums, où Kolchaï fait les Coupes du Monde, les Championnats du Monde. Ça m'a beaucoup affecté le décès de Mtéha. Je suis en train de phase descendante, dites suis en train de me dire que je suis en train de me dire plus souvent, les premiers tours. Je n'arrivais plus à trouver la motivation. Je suis en train de me dire que donc, pendant. Enfin, marqué un an ou deux, j'ai disparu. J'étais plus dans le quota mondial, dans la spécialité MTI. Ou le fait de l'ISAR, justement, au bout de la décennie,
وقتها هزت بروميير كوب دو موند معناتها سيتي اون بروميير هيستوريك بور لا تونيزي ومن بعد عملت ميداي في الشامبيونا دو موند معناتها قلت رجعت بسياسه بسياسه جي روتروفي لو بليزير التعب نتاع لونترينمون والفور فيزيك اتسيتيرا معناتها رجعت هكا نستانس بيه بشويه بشويه ونقبلو لي ريزولتا كومونسي ا روفنيير وكل شيء دونك تعرف الربح يجيب الربح وكل معناتها سا موتيف وكل دونك بديت نرجع معناتها في الفاز اسوندونت حتى كشي توا جويي ديرني معناتها جي في لا ميداي دارجون في الشامبيونا دو موند اللي هو معناتها توا سا ان ريزولتا غرانديوز و سي لا بروميير فوا كو لا تونيزي غاني اون ميداي اوسي امبورتون في الشامبيونا دو موند تصور لي فرحه كبيره اما بالنسبه ليكم انتم نتصور كل ما تطلعوا على بوديوم ما صابوني جاتوني صحيح شو اللي جاتك ماهيش حزن راه انا ما نعرفش هاني قلت لك منين جبت القوه ذيا اما تعديت انا الحزن وليت بالعكس فخر وليت ديك نطلع سورتو هاني قلت لك اول وحده نضحك معناها السمي نقول فلا جو سيغ كلي فيير دو موا والحاجه الوحيده اللي امنيتي حبيت نشوف جوست الرياكسيون كيسك معناها كي جات قديمه ولا مش عملت فهمت هذيك سيتي ما سول كيستيون وكيفاش جبت انا لا فورس باش عملت البوديومات هذوما الكل دونك الحمد لله معناها الحق عائلتي وقفت برشا معايا معناها نحن اخوات اربع بنات وليد اوغوزمون معناتها دايوغ معناتها سي غراس ا مامون كون اي بابا بيان سور كون اي تري تري سودي معناتها سرق قرابي بعضنا و جو بونس زيدا لو ديستي نتاعها سا نوزا اونكور بلوس رابروشي معناتها دونك كما قالت مرات واحد ابتلاء ومشكله تخليك بالعكس مرات تفرح وتلقى في روحك حاجات اخرين انت تخرج حاجات كانوا مخبين فيك اللي هي توا مثلا بيان سور باش تقرب لخويتك اكثر عائلتك اكثر وقتها حتى المو بوندون ان موا ان اون اي تخوا موا سا دوري كل من كل قربنا على الاخر لعائلتنا البعيده خاطر عاونونا على الاخر بابا معناها تعرف ديما انه البنيه قريبه على الاخر لما كنا صحاب مع امي وسيرتو هي تفهم على الاخر السبور نتاعنا كونتريرمون اللي بابا بتيت ابتي بدا يفهم اما ديما يقعد ان باسكيتور ماهوش سكريمور كنا اسهل الكوميونيكاسيون تاع امي دونك كنا قرب على الاخر معاها وبابا اللي تي تري بريزون مش ولا يعاوننا في يوصلنا فينانسيرمون بيان سور معناتها انتم عندكم برشا زر على خاطر الام هي الام بطبيعتها سبورتيفا اسكريمور فما مانجمنت كامل داير بيكم كانت نجم تتلاه بيها هي نتصورها بنت الدومين نتاعكم دونك تفهم تو سكي مشاكل فيدراسيون ابسوليمون هذيك هي اللي كانت تضرب لنا على الطاوله هكا هكا ولا اون بليس احنا تو بعد كي مشينا لفرنسا معناتها اون افي بوزون دان فيزافي فهمت خاطر اون بوفي با ا شاك فوا نو ديبلاسي وكل دونك سي ايل كي فيزي سو فيزافي وهي دونك تفهم اون بليس اون افي لا شونس انها الي تري اوفيرت ديسبري بحكم انها سبورتيفه وقاريه ومثقفه دونك معناتها ديما ال تروفي لي بون مو ديما عارفه معناتها كيفاش تتصرف معنا على اساس وقت تعرف وقتاش ال دو ايتر نوتر امي وقتاش ال دو ايتر نوتر كونفيدانت وقتاش ال دو ايتر نوتر مامون نوتر انترينور دونك ال سافي جوي تو سي رول اللي سهل علينا برشا حاجات و معناتها حتى احنا هي معناتها نوزا ايدي سوفغير معناتها فيغ لو موند ولا حتى على رواحنا فهمت دونك هذا كل عاوننا بوغ نوتر كارييغ اي سبورتيف اي مثلا قرايتنا اي حتى كيفاش تعاملنا مع الناس معناتها حتى هي توا اللي بارتي سون امبرانت اللي توجور لا معناتها هذاك القوة فيها سكي وي سكي فور معناتها كل واحدة فينا من البنات وحتى خويا عنده معناها بصمة من بصمتها معناها سا مانيير معناها اوني با اوني با دو تو باغي سوفوا اونتر نو معناها نشوفوا لا تراس نتاع ماما كي نغزروا لبعضنا نحكيو مع بعضنا والحق الحمد لله معناها افيك مون بير والاخوات نحن ياسر قراب على الاخر معناها وزادت قربتنا مالوغوزمون لو دوسي نتاع والمرضى سيرتو لا بيريود نتاع المرضى سيتي تخي دور سيتي لون بوغ ال و تخي تخي معناها سوفرونس كبيره كانت معناها 2013 هي عملت اللي هي ميدا توفيت وقتاش؟ توفيت اكتوبر 2014 عام قاعد وي شوفوا التصاور هذوما نجم هذا حتى سياسيا فيق ما تخلي حد يستقلك معناتها تنظر على كل اللي توجور انجاجي هي ديجا حتى في السبور معناتها فريمون ال ميليتي بور لا كوز فيمينين خاطر ال سي معناتها كومون حتى في السبور فيمينان لي في سون ارسلي وكل شيء دونك
حتى pour ça معناتها ديما تمشي وتعارك ميم با كو في الاسكري معناتها حتى دون دوتر سبور وكل وتعرف مثلا ظروفهم كان سورتو معناتها لي باشا دي سبورتيف يسون دو يفيان دان ميليو ديفافوريزي وكل donc la Khira c'est quelqu'un de très engagé au وقت هذيك c'était بعد الثورة وقتها elle militait pour que les gens aillent voter voilà donc c'était un spot qu'elle a fait هكا d'ailleurs وقتها احنا في فرنسا وكل بعثت لنا قالت لنا c'est pour vous entre autres معناتها فهمت allez-y معناتها donc c'est sûr بسبيس vraiment c'est من خلال يعني عزة وسارة أولا تحية الروح أمهم بطبيعة الحال يعني صورة للمرأة التونسية في وجه آخر شفنا أم سلوى يعني وجه للمرأة التونسية اللي نحبوها ونعزوها واللي بنات تونس هذه أيضا وجه ثاني من المرأة الليدرشيب يعني المرأة يعني ذات الزعامة والكاريزما القوية اللي تطبع بحياتها وحتى بوفاتها طبعت ولادها في مستقبلهم خططت لهم أثرت عليهم طبعتهم فعلا حبتهم في حاجة حبوها بشوي بشوي رغم شفنا حتى شوية نوع من التنافس في اختيار الرياضات البو حب يعني يهزكم الباسكيت ولكن كان حضورها ما يقللش هذا من قيمة البو لكن حضور هذه الأم يعني كان مميز كان عظيم يعني فعلا من خلالكم انتم نجاح الشباب كله يعني الروح حقيقة الإصرار وهالتأثير الإيجابي الكبير من خلاله هو فعلا حيو كل أم تونسية اللي حقيقة طبعت هالبلاد هذه بأثارها الإيجابية مرة ليلانية المدام قلت لها فما طاقة إيجابية بعثتها للبنتها وعملت ترانسميسيون للطاقة هذيك يمكن أنا الولدة كان شفتها ومعناتها نشوف أنه شخصيتها القوية والثقة اللي أعطتها لكم أنتم أعطتها في روحها هي خدمتها وفي شخصيتها أبغمون هي بيدها عندها ثقة في روحها ومرأة إيجابية ومرأة مع تقوية عكست لك في شخصيتك أنت باكزومبل فيها الشخصية أنت كنت تعكس نفس الشخصية بتاع الأم تتحكم يسر في عصابك تحاول بتبكيش واختك معناتها وقلت انت في كلامك قلت اثرت فيا الوفاه نتاعها وخلتني شويه اش عملت اختها استعملت الطاقه الايجابيه نتاع اختها وخذيت منها باش كان فما كونكورونس صغير موش كونكورونس بالاخر انه هو حبت تحدي للضعف حبت توصل الصوره اللي حبت امها توصل لها في وقت معين نحققها لها رغم هي مش موجوده معناتها رغم هي لابسونس هذيك اللي هو فيزيك لكن سيكولوجيكمون هي مازالت من داخلك موجوده والحاجات اللي هي تتمناهم هي ويمكن انت في الانفونس نتاعك كانت تحب تحققهم لك هي لقيت روحك حققتهم لروحك انت في صورتها وفي حب في حبك لها هي داكوغ الوغ نجم هوني اونتر بارونتيز راهو الانفون يبدا في ليميتاسيون سورتو البنيه تبع ياسر امها في السلوكيات اللي هي تكون انديريكت هي هزتكم ما قلتلكمش من الاول باش تلعبوا هكا هزتكم اوبسيرفاتريس مع كهو بعد تلقاو رواحكم بشويه بشويه في الـ في الـ في الـ وهي استراتيجي منها وبيداغوجي منها وخلقت فيكم المحبه هذه اللعبه هذه خاطر تحبوها هي وهي تلعب فيها لوغ عكست فيها فيكم انتم جو فو ميرسي يعطيكم الصحه لوغ هذيك عايشك برافو مدام ما معناتها نتصور اللي نجم نقولوا اللي حتى بعد وفاتها اللي معناتها تنجموا تقولوا لامكم ما راهو ميسيون اكومبلي معناتها راهو اللي حبيته رانا وصلنا له للاسف بالنسبه ليك انت بعد شوي اشهره بعد ليلة وفاة اما حتى الخدمه والتضحيات اللي عملتهم كلها على خاطركم قعدوا ماشيين سارين المفعول حتى بعد وفاتها ووصلوك وين وصلتوا ونتصور كما احنا كتوانسه الكل فخورين بكم اما حتى هي راهي فخوره بكم اكثر برشا وبرافو نشكر بابا حد المحق معناها بوندون مرضها في كلنا مالوغوزمون معناها كنا نعيشوا في باريس قعد معناها وحده هو خويا الصغير وتلهي بها على الاخر معناها ديجا لي تري بو ويكاند معناها اللي عديتهم معاها
c'était pour moi très très dur. يعني psychologiquement تعبت على الاخر من بعد ايش كما احنا مانيش كل يوم معاها معناتها كي تروح دو طون ان طون هكا تشوف الليطان نتاعها قاعده تمشي وتطيح فوالا دونك سا نو شوك وتعبنا معناتها اي بورتون معناتها بكري فما في التصاور تصويره وهي في عرس اختي وقت اللي انا ديكنوستيكي التيومور ان جوان وهي اختي وقتها باش تعرس ديبي سبتمبر Sa réaction, c'était pas par rapport. Juste à cette fête vive, je serais prête, fait à la sortie, m'a fait à la semaine, ou quoi le chaïf, femme. Est-ce que je nage, t'as nage, je nage, non, femme. C'est quoi ces demandes Occupe-toi de ton état, non, les amis, 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 elle a insisté, elle m'a dit, je peux. Autant le faire, habit elle a six. Donc maman, t'as ça ou t'as c'était même pas 10 jours. D'ailleurs, les perruque. Les perruque. 10 jours, maman, t'as de l'opération. Enfin, à la base, maintenant, je me trouve, maman, t'as ouais, diable, le ramalé, à la mort, une haie, les tumeurs. Maman, c'est pas évident. Mais comment elle a trouvé l'énergie باش عم تروح واقفه في في عرس صوتي وكل شيء دونك ولكن انت ما قلتليش انا عمري انا نتخيل مقدوم تساو معناتها نو نو سي سي دي جور قبل الاوبيراسيون عمل العمليه على مخه معناتها خايفين كلنا انا جو مابيل غيام مالوغوزمون من العرس تاع اختي تلمو كلنا صغار وبابا مركزين مع هي اكثر من عرس اختي مالوغوزمون دونك خاطر ال بوفي با معناها حتحب تتقبل روحها وتوقف توري العبيد اللي هي لابسنا عليها وتطايح تولي البنتها سختو ولا راني معناتها افرح وكل شيء راني لاباس عليا فهمت معناتها فولي با كاشي الفرحه نتاع اختي دونك فوالا ديما نقول دو ايل غامين سيت فورس معناتها فهمت وش بونس سي سا كي سي ريبيركوتي بعد معناتها انا فينالمون اون تروفي جو سي با سي اون بو دير On a trouvé la clé, mais on a trouvé les ressources معناتها, pour avoir cette force et, passer, et aller de l'avant. Ma femme, ما فماش عمر معناتها واحد حتى كان يفقد والدي وعمره 70 سنه تبقى ديما وجيعه كبيره اما يمكن انتم فقدتوها بكري شويه هذاك هو معناتها يمكن تقولوا انتم كان زدت معكم حتى شويه شوي سي سيور معناها ولا خاصة انت وي حتى شويه بكل معناتها شويه بكل بكل مالوغوزمون لي من الاول كنت تقول يا ريتها معناها يا ريتها ما بعديش نقول معناها سوفخي ديجا برشا معناها في الاخر من الاوزمون كنت نتمنى لها انه معناها فوالا يفرج عليها وترتاح فهمت بوكوا جيت ايغويست من الاول حبيتها تقعد معايا فهمت من بعدش افيك لا سوفرونس قلت معناها اوتون ترتاح الحق ومن بعدش وقتها بديت زاد نشوف ناس ما قبل لو كان ما يجيكش الكافي عائلتك عمرك ما تعرف الوجيعه واللي ساكري معناها اش يجرى في وسط عائله عندها شكون مريض وقيمة المرض معناها اللي نحن توا اون سو بلان اي حاجة خدمتي او عارفي متنرفز هاو انا لونترينمون ما مشيش فهمت ولا كومبيتيسيون خسرت فيها كي يجيك المرض تفهم معناها انه كل شيء ما يتعب معناها ما تنجمش تقارنه بارابور للديفيكولتي في المرض فهمت وقتها سمعت قبل عندي صحابي توفي وعائلتي معناها امهم ولا عمرك ما تركز مع الحكاية ذي اما من وقتها ذاك علاش قلت لك تعلم حاجات انك تولي تتلهي معناها بالاخرين بالعباد كي تونتور ولا سوفرونس نتاعهم على خاطر تعرف معناها مريت بالمشكله هذيك تعرف معناها مرض و و افكتيفمون بعداش حتى قرايتي معناها جلي ديريجي فيغ سا معناها توا جو ايديكاتريس فيزيك ادابتي شو نهار معناها ان شاء الله نتلهي بعباد مازالوا كي خرجوا من اوبيراسيون عندهم كونسير ولا دي فيو ولا فهمت تحس معناها يمس حياتك il dirige un peu le chemin de théâtre. Toute expérience, tu apprends. Tu apprécies autrement les choses. Tu as vu, par exemple, que j'ai 10 ans en France. Je ne me sens pas prêt à le téléphone de papa qui est là. Donc, on relativise beaucoup de choses. هذاك شنو ننصح العباد الحق معناها حاجه تعلمت على الاخر وصعيب انك تليكسبليك العبد عمره ما عاش ما تنجمش صعيبه معناها اللي حبيت نقولوا اللي فقدان امكم اعطاكم نضج مبكر اللي معناتها فهمتوا الدنيا على بكري معناتها واحد يفهمها بعد عمر معين عاده انتم بالوجيعه اللي جاتكم وبالبلاصه اللي خليتها كيف مشيت فهمتوا قيمه الحاجات اللي ما ترجعش المهمه هي بتظهر ما ماهيش بسيطه بكل معناتها على بكري انتم عمركم 27 سنه كو يمكن هو سلبي على الاخر واحد وانه فقد اعز
أيه عبد عنده في الدنيا ما يمكن كان فما حاجة إيجابية هو النضج هذا اللي اللي ولا عندكم بروفيتي على الاخر بعائلتكم وربي يفضل لكم والديكم العباد وبروفيتي على قولوا قولوا البوك اللي هي تصعب علينا باش تقول البوك ولا امك تمشي تعمل لهم ان كان وتقول لهم نحبك نقولها دي طون زون طون فهمت في ميساج خاطر صعيبه اما ماني سي سولمون انا نجم نرجع تو نندم على السهريات اللي نخرج مع صحابي كي نروح من في الصيف في لي فاكونس قول يا ريتني عديتهم اكثر مع عائلتي فهمت فاهم حاجه العائله بروفيتي على الاخر حتى ما تعرفش على الدنيا خوفيتي من عائلتكم على الاخر نعيمة والله انا راني نعرفك مليح ونعرفك قداش حساسه وقلبك هاي يمكن كان جبتك في حلقه اسهل شويه من هذه قلبي وجعني والله والله خاطر كان نقول لك انا هذه اللي ذي الكل اللي حكاوه انا فكرني في بابا يعني كل الناس تحكي على امها انا بطبيعه امي نحبها اما فكرني في بابا بحر من العطاء من الحنان من الحب من الصدق يعني احنا ثمانيه بنات ولد كل واحد كان يقرا في بلاصه تصور هو معناها رغم اللي عائلتنا ما يحبوش طفله تقرا احنا من تطاوين ومعناها هكا تعرف معناها جمعت شنو بالنسبه للمراه ديما هكا متشدين شويه محافظين برشا كل معناها العائله كل كانت كاين بريسك مكثرهم ضد انه يقرينا وتصور انتم باش يقريني مسرح كل واحدة تقرا في بلاصة، ثمانية ومعانا خويا، يحب يقرينا، يحبنا نوصلوا، خلينا نعملوا سبور، أنا وأختي نعملوا أتليتيزم، الأخرى تعمل باسكيت، الأخرى، فهمت معناها ما عمره ما حرمنا من حاجة. نهار اللي جيت وقلت له بابا باش نعمل مسرح، قال لي إيه؟ قال لك إيه؟ إيه قال لي علاش لي؟ صور بابا معناها قلت لك فلاح، جا لتونس عمره 10 سنين من تطاوين، يأذن في الجامع، مؤذن، فلاح، وتصور أنت العقل، قال لي إيه؟ عملت مسرح. وباللي نحكي لك عليه باللي نحكي لك كان نقعد عمري مش على خاطر بابا جابني ليه خاطر انسان اللي اكسبسيونيل معناه في الحن في الصبر في وهو بيده خاطر هي قد بالحق كلامها ياسر مهم انه العائله هي اللي تزرع فيك المحبه هي اللي تزرع فيك المسؤوليه معناها دللنا حبنا قالت لي امي وقت اللي كنتوا تمرضوا انا نتعب خاطر تصور ثمانية صغار تسعة صغار قالت لي انا نرقد قالت لي هو بيت في الليل بيت فقد فيكم هذه غطيها واللي تمرض بالسخانه واللي تطلع السنين قالت لي بيحطكم هكا يحطكم هكا عنده ويبدا يدي بكم ليله كامله قالت لي امي انا كي نجيب طفله نتغشش ونبدا نغزل كيف السلفات يجيبوا في الاولاد وانا قالت لي هو بدي يقول لي يا بنتي استغفر مولاك رغم ذوكم كبادي رغم ذوكم كل واحده جاتني بالخير وجاتني بالبركه وكل عاد وقت في اخر عمره مرض رزق قعد عامين ما يقومش بالفرش كنا ياسر المحبه اللي عطاهانا لاخر وقت عندي اختي معناها باعت كل شيء في بلجيكا كل شيء كانت لبس عليها بالقهاوي بالديار بالكراب عملت هكا وجات البابا لاخر دقيقه وهي تشرب معناها مات عندها وكنا وقت اللي مات دايرين بيه شوف امي ايش تقول لي تقول لي صح عليه معناها هو عامين في الفرش ما يقومش تقول لي لكن نلقاكم انتوما خاطر هو بيدو امه فكرني بامه وقت اللي جاها السكر ومرضت وما عادش تشوف بالكدا بعينيها يقول لها تقول لي هكا تقول لي يقول لها يا امي راني كانت جالك حاجه نعطيك عين ونخلي عين العين الاخرى خليها مش غالي عليك اما باش نقعد نشوفك بها معناها الانسان هذايا انا بيدو زرع فيا المسؤوليه والقلب المعبي كان بالمحبه دونك وقت اللي جات أميمة حاولت باش نعطي هكا من اللي بابا كان يعطي هون معناها محبته بقلبه الكبير بصبره بكل شيء عمره ما ضرب واحدة منه وعمره ما أهان واحدة منه حتى كي تغشش ما عادش يكلمك أما الحقيقة ما في هذه ما طلعتلوش بو على غالب ضيفي الرئيسي أميمة بن حفصية معناتها أميمة باش نرجع نحكي معك على الدنيا تبدلت مدام نعيمة الجاني شو نقول لك ضيفي الرئيسي وهي اللي جابتك معناتها أميمة نرجع نحكيو من بعد على نعيمة وش عاملة معك نعيمة وكيفاش متعبتك قلت لها باش نحكي كل شيء قالت لي ما تفضحنيش أنا الحقيقة باش نحكي لك برشا حاجات بسمة
بسمه مرحبا بيك. واحد ينجم يكون حساس وفما شكون يعبر بسهوله وفما شكون ما يعبرش معناتها مش معناتها فما شكون ما يظهرش عليه. وانا عندي صاحبي نعرف وانا حساسه ما عمره ما يظهر معناتها اللي هو نوفل الورتين. وانت بكيتهولي معناتها بكيتنا نوفل يا بسمه. ان شاء الله يسامحنا. لا بالعكس هو كان فرحان على الاخر باستضافتك فرحانين بوجودك معنا وهو زاد كيف سمع قال فكره باهيه على الاخر اللي انت تكون موجوده لهنا على خاطر انت نقولوا احنا للعباد اللي ما تابعتش الحكايه نجم نقولوا انت مثال للام المناضله عمرك 39 سنه ماديا الامور ماهيش ولا بد بالرغم اللي انت متحصله على استاذيه في الاقتصاد من عام 2005 ومن عام 2005 وانت بطاله وعندك ثلاثة صغيرات هكا فكيف ايست باش ترقى خدمه اش عملت؟ عملت شوي هكاك في الدار نعاون في روحي. كيفاش؟ اول ما بديت نخدم في تري فيو ثم حوانت نخدم شويه كي ونحط في حوانت فهمتني؟ الحق كانوا عندي برشا حوانت اما الصحه وقتها بشافوني ثم حوانت تمنعوا فيهم يلزمك تعرف يعني يلزمني نعمل فيترينا وما نعرفش شنو حاجه ما وصلت لهاش ما نجمتهاش. بقاو شويه حوانت كيف الحومه نخدم معاهم بريسك زوز وبديت نحفظ كل مره نفركس على حاجه كي نخدمها نتعلم كل مره نجبد ارتيكل جديد ونختصرته في رمضان نخدم بهم ثم باتيسيري نخدم معاها وثم سوبريت في رمضان الحق نخدم معاهم بريد العيد نخدم معاهم بالقد في الصيف نجيب الفلفل الاحمر حشاكم ونعمل منه الهريسه العربي ونقصه ونشيحه ونعمل منه فلفل زينه ودرير مو جسقم ثم معمل نتاع صبابط. معمل نتاع صبابط؟ صبابط لا هو مش المعمل هي السلعه امبورتي من برا من المانيا. ما هي المراه هذه تجيب انت بس ما في حد ذاتك وليت مجمع معناتها جروب كامل معناتها متعدد الاختصاص معناتها من الباتيسري معمل نتاع صبابط شنو كنت تخدم له معناتها؟ والله سي سامي صدقني معناتها كان مثلا نلقى جهد ان شاء الله ربي يعطي واحد كل واحد قوه باش نوفر حاجه ما خير لصغاري في اي خدمه وشريفه انا نخدم. نعرف انت هو احنا حبينا اليوم خاطر وليداتك مازالوا صغار. صغيرين. معناتها صغيرين بكل فبالتالي اليوم ضيوفنا كل واحد فيهم جاي باش يكرم والدته. حبينا بسمه احنا البرنامج حاب يكرمك انت عايشه على قاعده تعمل فيها علي قاعده تعمل فيه وتعاني فيه وتضحي به على خاطر صغيراتك نشوفوا مع بعضنا التقريره هذه. حاولت باش نفركس حتى نخدم في غير اختصاصي ما لقيتش وليت التجأت لي نعمل حاجات في الدار. كوني قريب مش نيناد ما كوني عمري تعدى بس ما لي دوكا وحدهم وحدهم او شوف كيفاش الجمهور تفاعل معك وانت معناتها احنا حبينا نكرموك كأم اما نفتح قوس صغير معناتها كأم كمرأة كخدامة ماكش قاعده تقول انا قريت هذا الكل الواش معناتها ما لقيتش خدمه في اختصاصك خرجت عملت الخدم اللي الموجوده الكل معناتها من الباتيسري لصرعان الصبابط وكل صدق معناتها الرساله اللي تبعثها اليوم معناتها فما برشا
الرسائل متعددة. أما أنت حتى مش من ناحية العلاقات الإنسانية كهو والعلاقة اللي تنجم تربط أم بصغارها، حتى من ناحية الحركة كيفاش فايقة وكيفاش ماكش معناتها ما قعدتش في تركينتك، خاطر برشا في بلاصتك ينجم يرفضوا معناتها باش يخدموا الخدم هذوما، أنت لا. وأنا حكيت مع الصحفيين اللي تبعوك وشافوا كيفاش اللي موفرة لصغارك كل شيء معناتها من ناحية الكرتابة الحوايج وكذا، ما هم ناقصين حتى شيء. هذيك هي مهمتك في حياتك معناتها، وأنك توفر لهم كل شيء وما تخلي حتى شيء ناقص. ما عرفش أنا ما عندي ما نقول سي سلاح. أنا هذا إيش حبيت نقول بكري وقت اللي قلت الأم الجديدة اللي تكسر كل الصور النمطية القديمة تخترع دورها، هذه الأم فعلا اللي تخترع دورها كأم جديدة، أم فاعلة، أم يعني تقوم بأدوار مختلفة، ما هيش الأدوار القديمة اللي نعرفوها، ما عليها كانت تقوم بكذا وكذا المضبوط اجتماعيا لازمها تربي وترضع وتغسل لا، هذه الأم اخترعت دور جديد لها، متجدد، متبدل، متطور، متماشي مع العصر، من أجل أنه كما قالت كلمة مفتاح كلي باش ولادي ما يقولوش نهار يستحقوا حاجة. إذا فعلا أم المعطاء، يعني ذكرني بكلادياس يعني جريك يعني الغالب ولو هي مستحضرة يعني ديمتر اللي يسميها الأرض المعطاء يعني في الأسطورة الإغريقية يعني اللي ضحات مع يعني على بنتها كوري، ووقت اللي زوس قرر باش ترجع كل ربيع الأم البنت هذيك باش الناس كل تستمتع بك الروح متاع الجمال وروح العطاء، فعلا يعني كلادياس يعني حقيقة يعني. برافو بسمة. ميرسي. نحب نشكر أمي أنا زادة برشا برشا، خاطر التعب أنا والتضحية تو كنا أنا لما حالا نشوفها واجب، أما الناس تلمو تضحية تضحية حسيت روحي عندي تضحية، أما أنا نشوف نعمل في واجبي مع صغاري، هذاك الكل تعلمته من أمي، خاطر أمي علمتنا وأمي تعبت علينا، إحنا ما شاء الله 11 واحد في العائلة. أمي وقفت معانا ودعمتنا وديما توصينا على قرايتنا وعلى مستقبلنا، حتى كنهز التليفون ونقول لهم وراني تعبت ما يسالش بنتي ولا تو يفوتوا الايامات وتو ديما مساندتني، زاد انا نحييها ونوجه لها تحيه كبيره كبيره. واه وصلت. هذه الكلام اللي قالته سلوى قبيله، قالت انا نستغرب من عبد معناها يقول انا عندي شهيد وانا نركل لي قنقن وانا بطال ونسخف، قال لك هو عنده صحته ينجم يخدم وينجم معناها ما ينجم حتى شيء يقف عائق في سبيل انه انسان يخدم ويقيم بصغار ويقيم بحياته ويقيم بمسؤوليته. والله هي كلها حكايه عقليه، وشوف كيفاش العقليه هذه، انا متاكد لو كان جات من طبقه اجتماعية ميسورة أكثر من هكا بالعامية عندها أكثر فلوس يمكن تنجم تلقاه يرفض باش يعمل اللي عملته أنت. أنا اللي عجبني فيك هي العقلية هذه اللي هي عقلية البلدان المتحضرة، معناتها اللي تلقاه بشهيد وكذا، وهذا ما يمنعش وأنه يعطي قيمة الخدم هذوما اللي هما مهمين للغاية. معناتها احنا للأسف وهنا نفتح قوس صغير، معناتها في بلاد في فرنسا مثال كيف يقول لك باتيسيي ولا شيف باتيسيي ينجم يكون عنده قدر قد مهندس ولا حتى اكثر، كوزينيي ولا شيف كوزينيي ينجم يكون عنده قدر اكثر من طبيب ولا محامي ولا حتى اكثر برشا. لهنا قعدنا يمكن يلزم العقليه نتاعنا، وانت اكبر دليل على هذا، تتطور شويه نتحلوا شويه، مش بشرط هي واحد عنده استاذيه في الاقتصاد وبالحق يعطيك صحه، معناتها بخلاف المحبة اللي تعطي فيها لأولادك الكل، وأنك حركت وهات بركة معناتها هات عندك معناتها خدمة مو من خدمة هات اللي تحب نعمل سيتون فليكسيبيليتي. خرجت من طموحاتها هي وليت تلوج على راحة صغارها، كل الآن نتاعها هي راحتها هي شهادتها بتتخدمها تخدمها في برشا، تنجم تكون في برشا شركات تلقى تروحها تخدم على خاطر صغارها مش خاطر روحها هي، وهذا معناتها شكر اللي كنت خاطر حلمي انه ولدي هذاك وبنتي ولادي وبنتي حلمي انهم يوصلوا كي ياخذوا شهاده ويخدموا، ونحبهم يكونوا بارزين، نحبهم يكونوا بارزين في قرايتهم في خدمتهم نهار اخر، ونحب نوفر لهم اللي عايشين والشيء اللي عايش واللي عايشه به العبيد غاديكا
في أبسط الأشياء، سواء في لبسة، سواء في ماكلته، سواء في قرايته، في كل شيء. نحب نوفر له كل شيء باش هو باش هك نظرة الذنب حتى نهار آخر، ولا كان يسألني يقول لي يا ماما علاش أنا ما عملتليش كيف هذاك، ولا علاش شبيه هذاك عنده خير مني أنا. أنا اللي غالب إذا كان شهادتي ما وصلتش وخدمت بها وما خدتش حظي، نشوف أي حل آخر باش نوصل له ونعمل ساتسفاكسيون للحاجة اللي هو بزوان ليها. المهم نوفر له حاجياته باش إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ربي يفرحني بهم ويوصلوا، إن شاء الله يفرحوني كيف ما برشا أمي برشا عباد فرحوا أميتهم يا رب. أمين يا الله. وميمة بن حفصي، أنت فرد كعبة نقول واحد نصور راك دلولة أمك كلها معناتها ما هي الحقيقة دلولة أمي صعيبة زادة شوية مش كان دليل. معناها نعيمة سي أون ميغ تخي سبيسيال في كل شيء، في كل شيء معناها ما حتى عكس العباد معناها كي تعطيك تريحة تبكي هي. فهمت؟ معناها كي تخشش تقول توجع فيك نقول لك ما فيش مثلا ما كي نعمل عملة تعيط لخالتي باش يحزوا قبل ما تشد جرتي باش تضربني، تقول لي أنا باش نعمل روحي نجري وأنتم ما حزوا خاطر ما تحبش تضربني. مثلا ما كي نقول لها راهو اليوم أوف مثلا متوراجة ما نخدموش باش نمشي مع أصحابي مثلا نفطر في حمامات. تنجم تتفكر لك انت في بياج مورنيك اللي هي مستحقه 100 غرام زيتون من العطار اللي بجنبها غير باش ترجعك باش تندمك على الخرجه، ولا انت كي تروح من البياج تولي ما عادش عينك باش تمشي. نعيمه قد ما الكومبل داموغ قد ما معناها انا صاحبتي معناها تو اما من الاول ساعه معناتها نعيمه تو عندك سنين وانت نجمه معناتها نجمه باتم معنى الكلمه وما فهمش تونسي ما يعرفش نعيمه الجاني، لكن يمكن التونس ما يعرفوش اللي حتى النجوم في تونس حياتهم مش سهله ويمروا بظروف بظروف صعيبه. كيفاش كنت تعمل معناتها ما بين خدمتك مسرح والتمثيل وتربيه بنتك باش توفق على خاطر اللي نعرفه انا وانك توجور اون مير تري بريزونت معناتها كيفاش كنت تعمل توفق؟ والله هي استقبل أميمة جات لازم كما يقولوا صغير شوق معناها يعني جاتني بعد 4 سنين من اللي عرست وكل ونستنى فيها معناها حاجه ما نحكيلكش معناها نهار كي معناها عرفت روحي حبله بأميمة وندعي نقول يا ربي ان شاء الله تجيني بنيه، يا ربي كانت تحبني وراضي عليا نحب بنيه خاطر تلموح احنا معناها بنات اخوات ونحبوا بعضنا وبابا كان ياسر يحبنا وكل دونك حبيتك العلاقه انا أميمة زادت تكون بيناتنا علاقه قويه فهمتني. دونك جات أميمة ملي هي صغيره عملتها صاحبتي معناها مثلا صار العلاقه هذه اللي بيناتكم يعني أميمة صغيره انا كل نهار اربعة تعدي لي خاطر في ليكول بريفي ما نقراوش العشيه نهار الاربعاء كل نهار اربعة تعدي لي نتفكروا مليح الغيستورون وهي صغيره تهزني وانا هكا كبري وتبدا تحكي لي معناها وتقول لي ايش صار اليوم في المكتب الويكاند مع بعضنا كل ما وحتى كي تعدى بظروف خايبه سواء معناها دون لو كوبل ولا في خدمتها ولا قله فلوس ديما تحاول ما تورينيش ديما انا كالبيبي اللي في بلاره معناها تقول لي المهم قرايتك ماشيه وتموت على القرايه ما تنجم تعمل لها فيلم في هوليود تقول لك معناها شوكه الخصله اما كي تجيب 17 دو موين هذيك فرحت عمرها ما بوغيل عمري ما دوبلت حتى عام عمري ما حسيتني اللي فما ديزيكيليبر فاني قلت لك سورتو لي بلون معناها كنت ديما بالنسبه لها انا وسندتني برشا في قراراتي اللي خذيتها الكل عمري في حياتي جي با بوكو دامي اللي يعرفوني يعرفوا جي با بوكو دامي خاطر سي ما مي غامي بالحق نحكيوا اسرارنا لبعضنا نخرجوا نتعشيو مع بعضنا نلبسوا حوايج بعضنا كل شيء نتعاركوا معناها انا هذايا في بالي بيه اما ما في باليش اللي من الاول من الاول انا في معناتها العلاقه خاطر انتم زوز صحبات وزوز زميلات وتو تخدموا فرد ميدان وكل اما شنو الصحبه اللي ما بيناتكم هذي موجوده ملي أميمة قداش عمرها معناتها صغيره ملي جبتها يعني وانتم هكا معناتها واحنا هكا خاطر العباد اللي ما يعرفوكمش راكو صحبات معناتها انتم تحكيو انت أميمة تعتبر نعيمه وفي التورنيات انا مثلا نتفكر في مسلسل فجر الرمل انا في توزر وميمة قعدت عند مامتها في صفاقس خاطر جريت باش نجيب بنيه تشدها ما لقيتش وجاتني بنيه في وقت معين قالت لي انا باش نمشي وباش نعرس وكل وانا نفركس حبيت نهزها هي والبنيه معايا اللي باش تعاونني يعني في ما نجمتش دونك خذيتها مامتها قعدت عندها في صفاقس يعني نتفكر والله يا سامي والله نتفكر اني انا مثلا نهار اللي ما نخدمش في المسلسل خاطر عندي بطوله دونك بريسك نخدم كل يوم اما نهار اللي ما نخدمش شو ساعات ما نلقاش لواج معناها من توزر من قفصه لصفاقس دونك نعمل توزر
قفصة قفصة سيدي بوزيد بالواجه سيدي بوزيد صفاقس والأربعة متاع الصباح تلقاني في محطة الوجه كنت قذف بالبرد غيرك باش نشوف هاك وكنت نشعر بالذنب نقول علاش بنيتي صغيرة ومحرومة مني باش أنا خاطر أنا نحب نمثل خاطر كنت أنا أستاذة نجم نقعد نقري كهو مي أنا زاد نحب نمثل حسيت وزاد فما شوية الأنانية اللي عندي أني أنا نحب نمثل كان على حساب هي دونك كنت ديما أي وقت أي خاطر ديما نحس أن الحكاية مش حكاية كونتيتي حكاية كاليتي أنك أنت تنجم زاد تعدي نهار كامل مع صغيرك ما تعطيش الحنان اللي نجم تخصص له وقت معين اللي هو يعني أنا وميمة أي وقت ما نخدمش فيه صدق أنا لاني مغرومة لا بلبسة لا بالكستيني والخورسترونات برشة والقعدات برشة نو عندي جي تقول لكم ميمة أنا نحب قعدة الدار معناها ونحب ورثت على بابا نحب الفلاحة معناها أنا النجم كي نبدأ مثلا وقت لي وميمة تبدأ تقرأ ولا عندها ما تعمل وأنا ما نخدمش نمشي حذا بابا للثانية معناها فست نحب مع الخدامة ونضرب المسحة ونسقي معاهم ونموت على الفلاحة دونك أنا أميمة وقتي أنا لأي وقت عندي فارغ سائل أميمة باهي أما فسر لي هذاك علاش ملي أميمة طولها شبر هكا نحكي معاها لا 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 تمثل مثل ساعة هي ملي أنا ريتها معناتها ملي طولها قد هكا على أساس تو زدت طولت برشا أنا ما كنت أنا نزيدك شوية بالحق معناتها قداش عمرها أول مسلسل أول بيب عمري 3 أون وبعد أول مسلسل عمري 5 أون مع سلاح سلاح الدين السيد هذا جرتك أنت معناتها لا بربي هذه نحب نقولها خاطر العباد قاهرينها بها مسكينه والله تسخفني عليه خاطر العباد ديما ينبروا عليها امك جابتك للميدان امك بيه. تحط فيك سامحني ربي خليني سامحني توا ولد امهم يرحمها كانت تسكريموز ترى عود تسكريموز ولد تلقى عائله نتاع طب عاده اولادهم يجيو طب تلقى عائله نتاع محامين اولادهم يجيو محامين هي ملي حلت عينيها تلقى روحها في بلاتو هذيك لي بروجيكتور ودي كاميرا وكذا فعادي وانها باش تتغرم وكان تحبها باش بيني وبينك ماذا باش نغلقوه القوس هذا نهائيا وميمة متألمة برشا منها راي أميمة والله متألمة وميمة موهوبة وتمثل بالساق اللي صار زادة معناتها جوست مازالت ما جاتهاش الفرصة وما نشرى رمي ورود معناتها والله معناتها ماهوش رمي ورود ما كانش راني سكت مثلا حسبت روحي ما في بليش اما بالحق عندها موهبه اما ان شاء الله ربي يعطيها الوقت طيب ويعطيها الفرصه خاصه باش توري الموهبه هذيا وباش تعرف اللي هي ماهيش بيستوني بنعيم الجاني معناتها خاطيني بالحق سيغتا مومون انا فديت وكل شيء مشيت قريت دغوا قلت وكملت دروا كملت بيان سور دروا وعديت كونكور محاماه وعملت الانسكريبسيون في الماستر نتاعي باش نحكي لك فازا جيتها نهار قلت لها ما انا يونا ماخ قلت لها حتى اسمي ما يعيطوليش بيه في الشارع يا بنت نعيمه نعرف انا المعلومه مانيش بنت وجيهه ولا بنت موني اما فديت عليك حتى بشماتها بعد ما فسرت لي برشا حاجات المدي سوفون ما فماش عبد امه ما وقفتش معاه يا بفلوس يا بدعاء يا بوجهته معناها قالت لي سي با ان ديفو ابخي تو ولا شنو حسيت وقلت لها انا راني فديت وحب نمشي نعمل ماستيغ حب نعمل دغوا انترناسيونال في جنيف اي با ما بعثتني مخر شويه وكل وقالت لي برا خاطر هي متاكده لي انا مانيش باش نقيد انا عندي برشا زهر في حياتي كي وصلت للفاكولتي فما طفله رفزولها الفيزا دونك عطاوني بلاصتها كي كلمت الخبر هذا باش نقولوا لما نسمع تاك نقولها الو الو طلعت داخت وخليت يفيقوا فيها بالماء خاطر هي النية اللي بعثتني مش باش تقيدني دونك كلمت قلت لها راني باش فوالا روحت بعد شهر قعدت حدا خالتي ومي كوزان شهر عملت امتي ستاج وكل شيء وروحت رجعت لتونس وقتها البريود هذيك قعدت 5 سنين ما مثلتش جاتني هي نهار في ساعه سعيده قلت يا اميمه كي نحكي لك راهو الوزاره يظهر لي عاملين بعثه لدي جون في امريكا قالت لي توا نكلم لك شكونك وشي قدم طون دوسي انت قالت لي موينك باهي وكل قالت لي تو بو باسي 3 موا وكل شيء وك تعرف عباد وكل شيء قالتها وندمت دونك انا لو لوندما الصباح وهي مستنسه باهي تعرفني بخيله معناها قمت الصباح شي جبت مضموني وترجمت ودرا شنو قلت لها ما هاوما الاوراق قالت لي مش صاحب الوزير مرض والوزير بعثوه للكونغو الوزاره سكرت ما عادش لاقيه حتى كذبه باش ما تغلطوش فيها مش نحب نحرمها ما نتيقش فريقها ما نجمش نحس فما خيط بيني وبينها ما تقصش عندي ما نجمش نفارقها ما نجمش هلا غالب زعما عنده علاقه وانها بنتك الوحيده معناتها
كان جاو عندك صغار اخرين؟ ما نعرفش. هو امي قبل نقول لها احنا امي شكون تحب، وبابا نقول له بابا سختو بابا برب شكون تحب فينا احنا تسعه شكون تحب، يقول لكلكم ما نجمش نتصور حتى كان جبت اكثر ممكن سميرة وساريس بروك معناها ماك تمشي مع صاحبتها تفطر في ريستورون تغشش ونخلط عليها. لا نعرف لا لا انا نجم انا شاهد عيان معناتها لا لا انا شاهد عيان اللي انتم على علاقتكم معناتها ضحك معناتها اصحاب معناتها ما كنتش اصحاب اصحابي اصحابه وتحب وتحب رايي انا كصديق لكم معناتها ولا لا حتى اصحاب فوق اللزوم معناتها ساعات تظهروا لي ياسر قراب سي سامبل اذا كان عندها تورناج وتوخر تعرف احنا تورناجات ثلاثه ساعات الاربعه نتاع الصباح امبوسيبل نجم يجيني نوم مش معناها يجيني نوم ونفيق لا ما عادش عندي نوم سي با بوسيبل عينيا ما عادش تو في الدنيا انا التسعه العشره تلقاني كبي نرقد تبدا هي بجنبي نبدا الشيخه اما اذا كان امي ما هيش في الدار امبوسيبل تجيني غامضه نوم نرتاح كيف تقول لي ما سي هاني في الباركينغ اخرج لي خاطر نخرج لها ونزوزها باش نرتاح ونرقد نحس روحي سي سيمي هي نوامه تقول لي امان اليوم ما تخرجش مع صحاب ونقعدك نسهر وانا وياك هاني عملت عشاء وشريت فيلم ديك تتمين وترشقه كباب الدار بالمفتاح فيت وانا بعد ما نحصل ونسكر الكهرباء وندفى ونلبس البيجامه نلقاها رقدت ديجا دوك نعيمه ترتاح مره زاد انا كيكه معاها مره مشيت لايطاليا عندها عرض هي وصادق حلواس ودرساف مملوك تهزلهم التليفون في المطار ما لقاتش باش تكلمني كان اخر العشيه النورمالمون طيارات هذول توصل ما ساعتين دونك انا السبعه نتاع الليل انا صغيره ما عنديش حتى بيرمي عمري 16 ركبت في تاكسي نفركس في دار سفير ايطاليا مخي ما عرفش شنو قال لي معناها تاكسيست قلت له بتبيا سور راهو في اللاك ولا في المرسى راهو ساكن في مخي لي انا لين نوقزت معناها خاطر في الاخر هكا فشلت ودرا شيء انا بيدي علاقتي بها معناها ياسر كبيره ومره قلت لها وقتاش بتخليني نعرس قالت لي كي نبني تريبليكس باش انت هكا وراجلك هكا وصغارك هكا مسكين راجل معناها انا ما نعرفوش انا مسكين راجل ما عرفش شنو يستنى فيه معناها ربي ما ربي ما اميمه تو اجي نقول لك الغالب معناتها هذاك هو الاكزرسيس اللي متفاهمين عليه معناتها انت اليوم جايه لهنا باش تكرم امك نعيمه الجاني شنو تحب تقولها؟ نحب نقولها نحبك برشا وسي سي تي ا غوفيغ ما نجم نختارك كان انت ونقول لها ميرسي بور تو لو بونور ميرسي اللي عمرك ما حسستني بحتى مشكله صارت في حياتنا ميرسي دافوار ريسبكتي مي شوا ميرسي اللي عمرك ما عملت شوا في حياتك الا ما رجعت لي رغم على حساب سعادتك على حساب برشا حاجات ونقول لها ربي يخليك ليا وان شاء الله نجم نرجع لك اللي عملته معايا وكان تحب سلفني 5 ملي ربي يفضلكم يعيشك ربي يفضلكم لبعضكم شوفوا شنو صورنا معكم ايه انا نعتبرها كل شيء في حياتي هي بنتي هي اختي هي امي elle est mon âme elle est mon cœur elle est ma femme mon نعنوعة ما نجمش نقول عليها ام خاطرها اكثر من هكايا برشا علاقتي بامي ما علاقة اصحاب قديش انا شانسوز اللي عندي ام كيفها elle est mon âme elle est mon cœur انا ديما نقول ربي جابها لي رحمه في حياتي فماش ديتاي ما تعرفوش في حياتي اسرارها حياتها احلامها elle est tout ce que j'ai de plus cher au monde مره در شو عامل حسين قلت له ميمه كانك تمثل والله قلت له ميمه كانك عامله روحك تمثل عليا انا تمثيل قريته قرايه قلت له ما وانا رضعته في الحليب واللي خلاهم هم زوز متفاهمين اليوم انه يحكيوا كل شيء هذه الحاجه الباهيه وكا الخدمه ما تعيطلهاش امي تعيطلها نعيمه مدام نعيمه وفي في الشارع تعيطلها امي حكايه مقحوله شويه اما سباس سليم مرحبا بك
مرحبا بك. ومرحبا بالوالده مدام. مرحبا بك سليم. انت والدك توفى وانت صغير، قداش عمرك؟ انا عمري 6 سنين، اختي عمرها 18 واختي صغيرة عمرها 8 سنين. معناتها انت مدام وقت اللي راجلك الله يرحمه توفى عندك المشاكل نتاع الطفوله المراهقه ونتاع كهل باش يولي معناتها نهاية المراهقة بداية الكهولة. وبداية الكهولة. كانت نتصور وفاة زوجك حاجة صعيبة، تلقى روحك بثلاثة صغار. ثلاثة صغار. أنت كنت تخدم وقتها؟ أنا نخدم، أي نخدم. وقت اللي كنت كنت تخدم. هل ترى الساعة خلينا نبداو من الجانب المادي معناتها. هو خلى فراغ عاطفي هذايا ما فيه شك. أما خلى فراغ مادي معناتها. ملول معناها هو في الخدمة. كيفاش عملت معناتها؟ شهريتين كنت نعيش بشهريتي وبعت عندي حاجات بعتهم وعندي قروض نأدي كما بين الدويرة احنا عندي قروض عندي كريبة باخذها بالكريدي كما الناس الكل كما التوانس الكل عايشين عايشة كما حاجة بركة زوز موظفين احنا معناها كما الناس الكل عايشين كانوا زوز موظفين يعني اي اما فما فرق ما بين زوز موظفين يتعاونوا وبين موظفة وحدها بثلاثة صغار اصعب اي لكن بعد ست شهور صبوا لي الشهرية نتاعهم معناتها كونابيل وكل هيك معناتها ولا تاخذ في الشهرية نتاعهم معناتها ايه ومن زيت على شهريتي انا معناها الامور الماديه حقيقه الحمد لله معناها بعد عشنا متكفين معناها ماناش محتاجين معناتها وديما كنت خايفه على صغاري اللي يتظلموا ديما خايفه عليهم همي الوحيد هما يوصلوا اولادي يوليوا معناها راجل والمراه امراه. جوست اون بريسيزيون هي معلمه دونك القرايه مهمه ياسر بالنسبه لنا احنا وفي عائلتنا مهمه برشا. دونك انا واحد من الناس اخر كلمه سمعتها من الوالد سي فيغيديك برا اقرع على روحك وخرجت من دار مشيت قريت على روحي قريت وليت اكسبير كونتابل قريت بالكدا معناتها امورك ما كنتش قراي برشا راه جوستومون يعني موت الوالد وسيرتو لهوه الام امي خلتني عطتنا شحنه معنويه احنا كاولادها باش نقرا. انا على سبيل المثال يعني شو اسمه اختي الوسطانيه وقت توفى الوالد عم توفى الوالد عم الباك نتاعها نشحت بالكدا وتوا خذيت الباك وتوا لي دكتور اون بيولوجي خذيت دكتوراه اون بيولوجي وصغيره ميديسين دونتير عملت ميديسين دونتير وناكد كلاب نعيمه ربما ناكدوا ما ناكدوا انا زاد كانت اولادي هي مهم كل حياتي انما انا بالعكس نشجعهم باش يخرجوا برا مثلا سليم خرجته برا رغم ظروفي كانت على قدها ووفرت له كل شيء. صار ما قريتش تقول لا فما هي حكايه طويله في بالي هو الشاهي باش يقرا في فرنسا يكمل في فرنسا بعد الماتريز خذا ماتريز بالمونسيون وفرت له كل شيء يحب يقرا في فرنسا. جست بربي بريسيزيون بارابور سا انا اللي نحب نكرم امي اليوم ونحب نطلب منها سماح على خاطر العامين الاولانيين بعد عملت من عمل عملت برشا عمل تعبتها العامين الاولانيين اللي بعد توفى الوالد تعبتها وفيت صار ان ديني بالنسبه لي جي با اكسبتي سيتياسيون جديده اللي عايشينها هي حاجه طبيعيه اي وقعدت نحب نعيش بالطريقه اللي كنت عايش بها قبل جي با اكسبتي وقبل انا كنت قريب ياسر الوالد وكنا نحكيو مع بعضنا قال لي كي تاخذ الميتريز نتاعك كمل اقرا باغ اكزومبل ان ديوا لبرا اكسيتيرا قعدت لي فكره المخي هذيك مي انا الاكثريه راني حبيت نمشي لبرا هروب من سيتياسيون كنت عايش فيها هروب من واقع كنت عايش فيه وهروب من مسؤوليه ممكن زاد داكورد والقدر افي بيان لي شوز مشيت جي اكسبتي سور دوسي وجي غاتي ليكزامان اورال روحت لتونس وقول الحمد لله افيك دو ريكول الحمد لله على خاطر كنت نمشي في فرنسا خليت عائلتي هنا كي رجعت لتونس بديت نتقبل السيتياسيون بشوي بشوي وصارت من انكدوت نذكر ان يعني كي في سيتي ان ديكليك كما قلت لك كملت نعيش حياتي عاديه قشري ما صارش شيء ومره مروح من سهري حال الباب بشوي هك وداخل قداش عمرك؟ وقت عمري 21 نروح هك ثلاث ساقيه اكسترا نعمل لك ذوت حل تكبست قال الوالده تستنى في شدتني دخلتني البيت قعدت قالت لي اسمعني لاني باش نعيط عليك لاني باش كلمتين سواء توقف معايا تربية خواتك تحمل مسؤولية سواء راك باش تمشي ثنية متاع هملة واحد اختار سكرت الضوء وطلعت رقصت من وقتها أنا كما نقول هديت عبد وحديت عبد معناتها هي معناتها قالت لك لازمك راهو تو انت وليت راجل معايا في الدار معناتها ولازم تهز معايا الحمل لو هذيك طريقة ناخذتها معهم الكل راه ما نحبش نحرمهم نحبهم يحبوا يعيشوا حياتهم
يخرجوا يسهروا معناها يمشوا لعيد ميلاديات معناها ما نحبش نحرمهم ولادي من حاجه ما نحبش نحرمهم اما راني يعني راني قاعد نعس ما نرقدش بالحق سي فري ما نرقدش وقت يخرجوا نقول لهم مثلا حتى البنات ال11 تكون في الدار نصف الليل تكون في الدار اي ما نرقدش قاعد نستناها حتى يجي باش ما تاخذيش عيني ويولي معناها نخاف واللي يكذب عليه واللي معناتها راني فقط بيه وقت جيت راني جيت. فيت الجوي لو رول راني فيت. فيت دماغ ميم تون يعني لازم تكون حنينك الام وصعيبك البو. حتى معي انا اللي انا بقدر اكبر من اخواتي. قد كسار الدكليك هذاك الحقيقه حتى انا تبدلت في قرايتي وليت نذكر وقت عام ميتريز رحت مونسيون من بعد دخلت نقرا في الريفيزيون كونتابل ومن بعد كملت الريفيزيون وليت ان اكسبير كونتابل. والحقيقه بربي خاطر انت اصغر مني مازالوا 2% ياخذوا في ريفيزيون كونتابل تاع دي تحسن شويه البورسنتاج مي ليبوك اللي انا نجحت فيه عدينا 800 نجحنا 30 هيك هو مش هو مش لا ليبوك تو تحسن شويه باهي دونك فوالا وسورتو زاد الوالده عمر ما حسيتنا احنا ناقصين حاجه عمر ما خلتنا ناقصين حاجه كما قلت تنحي من عندها وتعطينا ما نعرفش يعني اختي الصغيره بار اكزومبل عملت ميدسين دونتير اختي الوسطانيه عامل باك نتاعها توفى الوالد يعني الا غومبلاسي يعني المونك هذاك بالحنان نتاعها وبكل شيء باش خلتها ننجحوا ونقراوا على رواحنا ونوصلوا. لو بنتي الكبيره مشات عملت دكتوراه نتاعها في فرنسا قلت لك انا شويه ما اتفقش مع نعيمه ان نخليهم وليدي نقول باش ما نحسسهمش ما هما ناقصين من ناحيه اخرى ما نقولش ما حملوش انا الذنب انا ما خليتوش مشى لفرنسا مثلا امي ما خلتنيش وحرمتني ما خلتنيش نمشي لفرنسا باش نكمل قرايتي ولا كيف بنتي كيف برغم اللي هما حسيت اللي ثم في اللونتوراج كيف اللي يلوموني كيفاش تخلي ولدها عندها ولد برك وهي وزوج بنات تقعد وحدها وتخلي ولدها يمشي لفرنسا. جوست اون انكدوت تو هي متناقضه مع ريكسيون عملتها مره اختي صغيره من هي صغيره تحب تطلع تعمل ميتين دونتيغ صغيره صغيره دونتيغ من الليسي على سبيل المثال يعني جوست انكدوت هي نجحت اول وحده في الليسي نتاعها اختي الصغيره دونك الافي لو شوا عملت ميتين دونتيغ نهار اللي هبت الريزولتا نتاع لورونتاسيون امي تبكي على خاطر باش تبعد عليها ما عادش في تونس ولا في مستير فعود تفرح لها اللي هي الشوا نتاعها بديت تبكي هي فوالا فوالا هذيك حاجه اخرى فريمون حاجه اخرى كبيره انا عملتها بنتي الكبيره عرست انا خرجت التقاعد وبنتي الصغيره في بيلي بها باش تحطت ميدسين قلت في بحذايا في تونس خير ما حطت ميدسين دونتير ضربت لها هي الاولى ياسر تحولات فرد وقت معناتها ياسر نلقى روحي قاعده في الدار وحدي هذا يخدم الصباح لليل وانا مقمبره في الدار كلمتني اختي في تليفون العشيه فات قلت لي سميره لاباس شو صوتك مبحاحق يا مستبرده قلت لها لا مش مستبرده راني نهار كامل ما كلمت حد اليوم نهار كامل صوتي كبير وانا كنت في التعليم نقري وكل شيء وناشطه ونمشي ونجي قلت لازمني نلقى حل لحياتي ترى وقت اللي معناتها كي تبدا ام تربي في صغارها وحدها بعد لا توفى زوجك الله يرحمه تحس روحك وانك وليت يكونش عليك انفيستي دون ميسيون معناتها يكونش عليك وليت عندك مهمه معناتها قبل يمكن دور الام بالنسبه لي كان دور عادي معناتها انت عرست وباش تبني عائله وكذا كانت حاجه ما تخممش فيها برشا وتربيه صغارك كانت حاجه ماشيه بطبيعتها هل ترى من هذا اللي توفى راجلك ما حسيتش وانك ولات عندك مهمه يلزمني نكبس روحي ويلزمني نقف على صغار يلزمني نوصلهم واللي تخمم فيها الحكايه زوز مهمات كنت تخمم فيها قبل ولا لا ولا ما تخمم فيها الا ما بعد توفى راجلك الا ما بعد ولاتنا عندي مهمه الاب والام ساعات دوبل رول معنا سكيزوفرينيا نعيش ساعات ولا بالحق نعيش دور الاب اللي لازم يكون معناها ولاده ولا الاولاد معناها يحترموا حتى الام معناها ويقدروا يقدروه ودور ويخافوا منه ودور الام الحنينه اللي تطبطب على اولادها معناها زوز ادوار مختلفه تماما وربي الحمد لله وافقني وحسيت بمعناتها انني قمت بالدور هذا معناها يظهر الحمد لله ثلاثه وصلوا وعندك البنيه تعيش في فرنسا في بالي ما تعيش في اندونيسيا بنتي في اندونيسيا جمله بحكم خدمتها معناها لا هو حكم راجلها خاطر حكم راجلها اما هي قرات في بالي يعني دكتورات ولا حاجه دكتورات قررت هذا هونغ كونغ عملت هونغ كونغ تقول معناتها وصلتهم ثلاثه معناتها عندك واحد اكسبير كونتاب وبنيه عندها دكتور بيولوجي
ودره دانتيست هكا ولا تقرا كملت اون اسونس دو تيز دره برافو مدام تخرج مدام نشوفوا نشوفوا التاخير ربي يفضلهم لك ثلاثة وربي يفضل لك ميمتك ميرسي عاشق وباقي عم كلمة بربي نحب نقول بربي النساء تونس الكل نساء العالم الكل أنا موت إنسان ماهوش نهاية العالم أنا كما راجلي ظنيت أن العالم انتهى وقول لك بالعكس هي بداية حياة أخرى وإنسان فما الصعوبات ساعات تخلق الرجال وتخلق الإنسان يولي يعيش تحدي باش ينجح وكما تقريبا ضيوفي الكل معناتها تكتشف قوة داخلك اللي ما كنتش تخيل روحك هكا يمكن ما كنتش تخيل روحك عندك القوة عندي راجل وعيش القوة هذيك تترونسميز لولادها واحنا بريزومبل كي نقراو ما خمش في روحي انا باش ننجح خم فيها هي يقول هي الا ساكريفيت سا في وتعبت ساعات كي فما مون دو فيبليس ودوت واحد يتعب كستيغا قول روحي يا سي شبي بتفي قرا روحك يا معلم هم تعبوا واحد وانت هكا اكبس روحك دونك حتى كي ننجح وننجح اللي هي راه باش باش كل التعب اللي تعبته وتضحيه اللي ضحات مشيوش حرام واقوى دي مومون احنا عشناهم من اخواتي كي وقت ننجح وقت اون انونس النجاح نتاعنا لامي اللي في عينيها وك الفرحه وك الدموع اللي تبكيهم تاع الفرحه ما يسواوش مال الدنيا الحقيقه سيدي ديما فما الوالدين يقولوا انا نعطي عيني لصغاري نعمل انت عطيت كلوتك لبنتك هكا ولا عندك سته صغار مرحبا بك سامية سامية انت وقتاش المشاكل نتاع انا عام 9 نتاعي في المكتب 2000 عام 2000 عام 2000 معناتها بالرغم ان انت عندك سته صغار شادية ما خممتش معناتها ما شفتش مع صغارك الاخرين امكانيه وانه واحد منهم ينجم يتبرع انت لقيت روحك كومباتيبل معناتها تنجم تعطي كلوتك لبنتك فاعطيتها لها من غير ما تخمم وماكش نادم على خاطر معناتها للاسف الشديد يقول لي صار روجي معناتها ما نجحتش العمليه وتقول انت كان نجي نجم نعطيها توا الكلوه الاخرى ماذا بيك تعطيها الكلوه كان يخليوك تعطي الكلوه الاخرى تعطيها لها نعطي اه نعطيه ولادك الاخرين بالله تعطي وش عملنا معناتها عندك خمسه صغار اخرين تخليهم هكاك معناتها زاد الله غالب اه هي خاطر هم الحمد لله لاباس وتبارك الله سته صغار مصلي على النبي وهي تعبت من اللي هي عمرها 11 سنه معناها فهمتك كل كانت لباس عليها و ساعة تقولي ساقية توجع ومشينا للطب وعلى أساس ساقيها ومن طبيب لطبيب من طبيب لطبيب هاي ساقيها هاي يعني ما مشيناش مش حتى طبيب ما قال لي معناها كلوتها ولا أنا معناها كنت نخمم اللي نهار من نهارات باش توصل للحالة هذه معناها وكل هيك ونهار حاصل وقعد قلت لها سامية هاي كانت تقرا ونهار هذاك كانت عندها مشيت عملت قالوا لي ساقيها بلا طبيب ومشيت على اساس عملت لها النهار هذاك بالذات نتذكر بالكدا مشيت هزيناها وعملت قاست القياس على ساقيها اللي هي بلا وروحنا ما مشيتش تقرا نهارتها غابت على قرايتها العشيه حكايه ولا ياسر هي قلت لها هاي نقراو سامي شوي نراجع شوي انا الدروس اللي فاتتك اليوم نقراوها هكا حطيتها قدامي على الطاوله وبدينا نقراو كي كانت هي متكيه شوي قلت كي قلت لها سامي يقوم قالت لي ماما راني ما نشوفش مشى في بالي بالعاني قلت يمكن ما تحبش تراجع دروسها ولا حاجه قلت لها ترى سامي وهي عمرها 11 سنه وقت سنه خامسه قلت لها امشي ترحلي للتلفزه كي مشيت سطعت في الحيط سطعت في الحيط ما نحكي لكش شنو صار فيا النهار هذاك؟ هيك هو ربي سبحانه يمكن اللي كان مش يعطيه ولا في عينيه عطاه ولا في كلاوه. قمت انا نعيط ونصيح ونبكي وما نعرفش شنو
حاصلهم ومشيت حتى ما كانش تليفونات وقتها في العهد هذاك ما عنديش تليفون ورجلي يخدم في الجوزة تبع الداخلية يخدم في العوينة وكل وحده مشيت لجاري حاصله قلت له خا ما نسيم يرى هكا وهكا حاصل تليفون لراجلي كهو جينا وكي رجعت من دار جاري ورجعت لبنتي نلقاها عندي تقول لي لا ماما ما تبكيش راني نشوف فيك راني نشوف فيك راني نشوف فيك ماما نقولها ترى حسبي لي هذوما تقول لي راهم اربعه ناس شنو هذوما تقول لي اثنين الحمد لله يا ربي قديش فرحتك الساعه هذيك كي رجعت تخسر وكل واحد ماهوش شديه في الهم عليك ما تختاري وقتها راني ما نبكيش قدامك كيما قلت انت معناتها خير في كلوتها خير من اللي في عينيها صدقني اي خل تشوف بعينيها تشوف بها الدنيا الحمد لله معناتها الحمد لله والله تشوف عينيها تشوف بها اصحابها تشوف بها الدنيا وتمشي تقرا تلبس وتخزر لها الروح في المراية وكل نقول الحمد لله يا ربي في وقتها هزيناها للسبيطار وقتها بساعدوهم الكل هيك هو حاسيلو طول تحاليلو واحد قال لي ما راي كلاويها راي صاي معناها عدمت كلاويها معناها مع ولا نهار قالت لي هاي كلوتي توجع فيا ولا هاي وجع منها مستحيل الكل هيك من نهار هذاك كهو عاد قال لي راهي باش تدخل الدياليز واللي انا ما نعرفوشني هو اصلا هالدياليز هذايا والكل عشت في ايامات ما نحكي لكش ما عرفت كيفاش ملي واحد كلمه دياليز ما يعرفش حتى اش معناتها تلقى روحك تعطي في كل وما نلقى روحي نعطي فيك تلقى توا مختصه في امراض الكلى راك تعرف بالضبط شنو هو وشنو اللي يجي وشنو اللي وشنو اللي ما يجيش ممكن في الايجابي في هذا الكل اخيرا معناتها تعرف اللي حب امك ليك بحر معناتها خاطر انا الزملاء الصحفيين حكيوا لي كيفاش عطيتها الكلوه معناتها من غير ما من غير ما خمم معناتها يكونش عليك جبت 5000 من مكتوبك معناتها خممت الجمله وما خممتش في 6 صغار اخرين وكل واحد يعني وعندي 2 صغار وقت صغيرين واحد تحضيري والاخرى تقرا سنه اولى ابتدائي وكل ما خممتش فيه ما خممتش حتى سؤال سالته للطبيب قلت ما نجمش معناتها هو بالحق سؤال كله ما يسحقش التعليق معناتها انت سالت الطبيب قلت له ما نجمش نعطيها حتى نص كلوه معناتها شوفوا والله فريمون برافو نشوفوا التقرير اللي صورناه معاكم سرين أميرة سفيان هاي إجا خضروا هاي وليداتي ربي يفضلهم لي معناها تبارك الله ما نحسهمش برشا في عيني ماهمش برشا يعني نحس فيهم تبارك الله شوية دوك أنا بحمد ربنا أمي تستحق أكثر من تكريم أكثر من كلمة نحبك صاحبتنا وأمنا فرد وقت تحبنا معناها تخاف علينا ماذا بيا أنا ولادي نحسهم أحسن صغار وماذا بيا ناجحين في قرايتهم أنا بحمد ربنا عشان اتولدت لقيت الأم دي أمي ما خمتش شني يصير وشني ما يصيرش ولا كذا واحد المهم نعطيها والمهم هي بنتي تولي عندها كلوة وكل خاطر ما يحس الجمرة كان اللي يحفظها الست دي أمي تستنى هي متين معنا باش نحاها معنا من بدنها وتعطيها لها يجوني معنا دارنا ومالي كل الحق معنا جاتهم كياني حاجة كبيرة هم وكل جايوني للسبيطار وكل يشوف فيا وكل اللي جي يبدا يبكي وكل نقول ما تبكوش خاطر اليوم عبارة أمي هي كل شيء في حياتي تعبت معايا على الآخر أعطتني قطعة من بدنها هي بارسيني ولدت اليوم على ما دي أمي قالت لي ما تخافش وباش تبدا حياه جديده بعد ما عطاتها الكل وكل شيء بعد ما فاقت بالبونج وكل شيء قالت ويني سامي معناها ويني بنتي لاباس ما شالتش غير همي كان يقولوا لي اشتر الكل وتتعطى نعطيها وما خافش ست دي أمي معناتها الحلقة متاع اليوم
معناتها انا نشطت برشا برامج وبرشا حلقات وكذا. اول مره في حياتي نحس في روحي ان نحكي في موضوع اللي يمس 100% في المشاهدين. معناتها ما فماش مشاهد اليوم معناتها من ها وعندنا من البطل للممثل للقاري اللي كنتي معناتها كيفاش عطيت كلوتك ما نجمو نمشيو حتى لعلي شرب قالك ما نش ما معروفه الحكايه علي شرب معناتها باندي على الاخر وكذا كانت امه لا قالك كانوا باش البوليسيه يهزوه يطلعوا له امه في يشدوا امه وتقول له امه يمشي معناتها يمشي كي القطوس صغير معناتها يمشي يطلع ويهزوه معناتها يظهر لي موضوع يمس الناس الكل معناتها اللي يتفرجوا فينا من الشمال الجنوب توانسه مغاربه ها واللي ربيو سيرتو هاكا هاكا لي بابا انا نعيمه عمي سمع تحيه لي بابا زبرد والله يا ما استغرب ما انا مطفين روحنا اليوم احنا لي بابا اما هو بفضل نعيمه عملنا تحيه لي بابا الله يرحمه سي سلاح فرصه سي سامي باش اولا نرجع شوي هو درس يعني درس اليوم درس كبير أكن الناس اللي يفسروا كل شيء بالإنستان بالغرائز معناها فهمت الإمبولسيون معناها وأكن المسألة ما يمرأة وأم بالتالي كل شيء عادي ما هو الإمبولسيون بتاعها كأم بطبيعتها يخليها تصرفك لا هذا يتسمى معناها تفسير يصغر ياسر قيمة العطاء متاع الأمهات هذه في تنوعهم شفنا المناضلة شفنا المعطاء شفنا الـ معناها الليدرشيب شفنا كل واحدة مبدعة بطريقتها في دورها كأم الكلهم أعطاوا شيء كبير هذوما الأمهات رموز يعني رموز تاع نجاح رموز متاع ثقة كبيرة في المستقبل متاع عطاء متنوع ولكن في صورة واحدة النجاح والنجاح والنجاح واضح مدام حد نقول أنه الأم هي صورة الصغيرة كان الأم تكون قوية راهو صغيرة يكون قوية الأم عندها ثقة في روحها راهو صغير يكون عنده ثقة في روحها عند الثقة في روحه بلوتو الانعكاس الاحساس الام على ولدها يوصل للصغير الوغ معناتها قد ما احنا نعطيه ثقه في صغارنا قد ما نحسوهم بالامان قد ما نتواصلوا معاهم قد ما تكون الام دورها يكون شامل في كل الواجبات نتاعها والحقوق نتاعها لكن اللي ريت اليوم هو اكثر شويه معناتها ريت الامهات نتاع توا نتاع اللي حصلت تاع اليوم هما ناس معناتها مضحيين وناس ثابرت على خاطر الايماج نتاع صغارها معناتها من أمهات الكل ألوغ زادة حاجة أخرى سيستيمي نحب نقول يمكن زادة حتى أنا نحب نكرم أمي فرصتي حتى أنا الحقيقة حتى أنا عندي أم يمكن نتمنيت حتى أنا نكون في صورتكم أنتم زادة خاطر عندي أم اللي تفرجوا الكل ما فماش حد ماهوش معني بالموضوع ريت مانيش ريت نعرف نقول معناتها حتى كان بدو شوية تسليح تو كيف كيف معناتها باش باش والله باش تحير في برشا مواجع معناتها أنا عندي خو معاق كيما الأخت وأمي هي متكفلة به طول حياتها دو نيسونس ونحياها ولليوم نحب نحيي امي ونقول لها راك ام مثاليه غير الام مثاليه مراه قويه مراه حنينه مراه وصلتنا حتى احنا خواتنا كيف كيف تحيه جاتني فرصه باش نحييها ربي ربي يفضل الامهات الكل وربي يشفي الامهات الكل والله يرحم الامهات الكل اللي توفوا ومحليها كانت الحلقة متاع اليوم وبركة الله فيكم شكرا